الحب، مساء الجمال، مساء السعادة على كربلاء وأهالي كربلاء وكل العراق الذين تواجدوا اليوم في مهرجان خان النخيلة في نسخته الثانية. اليوم انطلقت كربلاء، خرجت من عزلتها تماماً، خرجت الفرح، خرجت الأمل، خرجت الحياة الجديدة. مناسبة كريمة واحتفالية رائعة، تعتبر يوم من أيام كربلاء المقدسة، حقيقة تمثل جانبا اجتماعيا واسعا تظهر فيه جميع الفعاليات لتشترك وتظهر حقيقة المدينة بجميع قطاعاتها ومجتمعاتها المدنية المتلهفة لهكذا مناسبات. طبعا هو مهرجان يعني تغيير أو اتجاه نحو الثقافة في مدينة ربما الآن تفقد نوع من ثقافاتها اللي كانت القديمة، فهو محاولة جميلة جدا للعودة إلى هذه الثقافة، إلى الحيوية، إلى حياة مدينة. قام للسنة الثانية وأنا أحد الذين مشاركين فيه. يحسب له هذه السنة أولا انتشار حول المحافظات، وكما تلاحظون أنه خلف الآن فرقة بصرية تعزف أغاني عراقية. المهرجان حقيقة كان من المؤمن له أن يكون مهرجانا شعبيا يهتم بالصناعات الشعبية وبالألعاب الشعبية ويقدم هوية كربلاء الشعبية.